وحضراتكم طيبين وكل جمعية عمومية للنادي الأهلي، ودايما النادي الأهلي بخير وأعضاء الجمعية العمومية بخير، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، نتشرف بأن نفتتح أول جمعية عمومية في عهد هذا المجلس. وقبل ما ادي الكلمه لسياده المستشار لاداره الجلسه، اتمنى جميعا واعتقد حضراتكم توافقوني ان احنا نبعت من هنا من النادي الاهلي من المركز الرئيسي رساله حب وتقدير واحترام واجلال وتمنيات بالعافيه لرئيس النادي الاهلي الكابتن. ويمكن دي فرصة طيبة الحقيقة إن إحنا نطمنكم على صحته، إن هو الحمد لله معافى بمشيئة الله تماما، وإن شاء الله بإذن الله إنه يكون موجود على أرض مصر مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله في وسطنا برأس مجلس إدارة النادي الأهلي إن شاء الله. نستأذنكم ندي الميكروفون لسيادة المستشار لإدارة الجلسة والإعلان عن موقف الجمعية. أشكركم كثيرا على حضوركم وعلى اهتمامكم، وهو ده اللي انتوا عاملينه في النادي الأهلي، وكل التقدير.